لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية مع درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية لاكلي أون فرونسي سلسلة لاكلي أون فرونسي اللي بيقدمها لكم أخوكم محمد سامي داوود. النهارده إن شاء الله هناخد درس مهم جدا جدا من دروس تعلم اللغة الفرنسية. الدرس ده من الدروس المحببة لي شخصيا لأنها بتعلمني إزاي يعني طريقة جديدة مش طريقة جديدة يعني طريقة إزاي إن أنا أتكلم لغة فرنسية. يبقى هنا كومون أبروندر الفرنسية إزاي أتكلم لغة فرنسية أو إزاي أتعلم لغة فرنسية. بيديني مثال أو نموذج حقيقي وواقعي علشان أقدر أتعلم بيه اللغة الفرنسية. طبعا أهداف الدرس إن إحنا زي ما إحنا عارفين إزاي إن إحنا نعمل كونفرساسيون انترفيو ديالوج افيك بيرسون سيليبري افيك ان بيرسون سيليبري يعني مع شخصية مشهورة. الدرس ده بيعلمني إزاي أقدر أكون انترفيو أقدر أكون حوار أقدر أكون ديالوج محادثة كونفرساسيون مع افيك ان بيرسون سيليبري إزاي أتكلم مع حد مشهور أو شخصية مشهورة. وطبعا النهاردة زي ما احنا عارفين النهاردة ده آخر درس من دروس الكونفرساسيون ده آخر درس من المحادثات. أنا عندي الدرس الأول اللي هو البرمية لسان جوسك لاكتيديام لسان اللي هو الدرس الثاني النهاردة. كل اللي فات ده كان كونفرساسيون كان محادثات وديالوجات. تمام بعد كده إن شاء الله الدرس اللي هو السابع والثامن مش هيبقى محادثة هيبقى تكست كده عبارة عن نص أو حاجات هنفعلها. تمام نبدأ كده النهارده الدرس بتاعنا اسمه جيم توتلي لونج أنا أحب كل اللغات. يبقى الدرس الثاني جيم توتلي لونج أنا أحب كل اللغات. تمام قلت الدرس ده كان موجود قبل كده بس كان عن نجيب محفوظ كان قصدي كان عن طه حسين كان السنة اللي فاتت كان عن طه حسين. نفس اللي هيفرق برضه السنة اللي فاتت هو اللي هيطبق السنة دي بس مع مين؟ مع شخصية مشهورة أبيك أنس لبرين افيك ان بيرسون سيليبري اللي هو يوسف شاهين. طبعا شخصية مشهورة جدا راجل مخرج. نشوف الدرس بيقول ايه. جيم توتلي لونج جيم توتلي لونج احب كل اللغات. كبر شوية. انا انفرسيتي فرنسي انا كنت بورفو انتني اس ايجيبتيان بوسي دي باساج دي سون انترفيو. يقول هنا ان طالبة جامعية انا كنت هتحكي لنا نص حوار مع سينيست سينيست يعني راجل سينمائي وفي عندي كلمة تانية سينيست دي ايجيبسيان سينيست ايجيبسيان اللي هو مخرج سينمائي وعندي رياليتير رياليتير برضه بس مخرج بس لكن هنا سينيست تنفع مخرج سينمائي اللي هو اشتغل في التمثيل لكن رياليتير اللي هو المخرج بس المخرج بس. تمام عشان اقدر افرق بين سينيست وبين رياليتير. ده النص بتاعنا هنقراه ان شاء الله هقراه لكم وبعد كده هترجم. هقرا الاول وبعد كده هترجم. نقرا كده الاول جيم توتلي لونج ده اسم الدرس الثاني. انا انفرسيتي فرونسي ارا كونتي بورفو انتني اس ايجيبسيان بواسي دي باساج دو سون انترفيو. اول سؤال سالته المراسله بتاع الفرنسيه بتاعت طالبه جامعيه فرنسيه هنشوف اسمها في اخر القطعه. سالت الاستاذ يوسف شاهين اللي هو المخرج المشهور المصري. سألته كام سؤال كده نشوف قالت له ايه. زي ما قلت هقرا الاول باللغه الفرنسيه وبعد كده نترجم ان شاء الله. كومون في في ابري لا لانج فرونسي جي لا بارلي ديجا لا مازون مامون ما ابيون دي شينون فرونسي دي شانسون فرونسي كون دي جيتي بوتي اي بوي الي افي لي فيلم شانتون ان وي ان ميرفي بور ابروندر ان لانج دي دو شانت شانسون. تاني سؤال سألته لي اسك دان فوتر فامي اون بارلي سي لا راب لا وي اي مون بير انتسيس بور لا بور
puis l'arabe, soit la langue de la maison. Mais en Suédois, dans la langue et lettres, inévitablement. Il y a aussi un peu de grec, un peu d'italien, un peu d'où on parlait toutes les langues à la maison. Quel est ce lundi? Dans quelle langue écrivez-vous vos peines? La dernière langue, je n'y a beaucoup de problèmes, parce que j'ai une langue, toutes les langues d'ailleurs. J'ai l'outil dans mon dernier scénario, tu écris en quelle langue? Je ne sais pas, l'arabe, l'arabe est très sympathique, la langue arabe, de voler, il est vraiment très sympathique et drôle. Tout en étant assez profond, le français musical, il a une certaine musicalité, puis qui me plaît beaucoup. Chaque langue a quelque chose de merveille. Robert Soin, que pensez-vous du français en général, ni parlons qui en langue? Qui est une langue. Alors, parfois, quand j'écoute des livres de français, on traite de signer, de parler l'anglais, et puis il n'y a arrivé pas. Si mérité, j'adore le français, j'y crois plus, mais très bien langue. J'aime beaucoup l'anglais, j'aime les européens, très bien dans les dialogues arabes, et j'y voudrais que tout le monde soit comme ça. Comme votre savoir, que ta langue, que tu veux, si tu qu'on ne connaissait pas. Finalement. Et là, d'après les propres de Sufchaïn, régulé par Sophia Morian, publié dans les français dans le monde. Dès qu'on a le travail bidaï, en mois septembre, l'hebdaï qui l'intervient moi dans ma voix, à l'université française a raconté pour vous, un timide égyptien, voici du passage de son interview. Tandis que Maïa en avait travail, mais le mohrik, il m'a reçu, اللي هو الأستاذ يوسف شاهين. تمام. أنا هنا عندي أقرأ كنتين ده هنا في زمن البسيط المزيه الماضي المركب اللي بيتكون عندي من الأدب أول زائد الباكتسي البسيط اللي هو اسم المفهوم. يبقى هنا زمن مهم جدا زمن مهم جدا وإن شاء الله أي حاجة أي قاعدة تقابلنا نحاول نوضحها. كومون فيبو أبيين لا لانج فرونسي. سألته عزه كيف تعلمت اللغة الفرنسية؟ كومون فيبو أبيين لا لانج فرونسي. إزاي أنت تعلمت اللغة الفرنسية؟ نشوف رد الله ولا ايه؟ قال لها جولي بارلي طبعا خدنا لا بارلي قلت هنا لا تسبق الفعل بس هنا هتصبغه مش جايه هنا اداه معرفه قلت المره اللي فاتت انها بتيجي كضمير مفعول كضمير مفعول يعني انا تعلمتها والله تعود على المؤنث المفعول المباشر اللي هو موجود عندنا لا لونج فرونسي اللغه الفرنسيه لا دي بتعود على لا لونج فرونسي اللغه الفرنسيه يبقى هنا جولي بارلي ديجا على مازون انا تعلمتها في المنزل ماما ما أبرني دي شانسون فرنسي والدته كانت بتعلمه اللغات الأغاني الفرنسية شانسون فرنسي شانسون فرنسي الأغاني الفرنسية طبعا عارفين كلنا قبل أيام الملك وأيام يوسف شاهين لما كان صغير والحاجات دي كان عندنا البلد كانت فيها أكتر من احتلال طبعا كان فيها يونانيين كان فيها فرنسيين كان فيها إنجليز كان فيها يعني لهجات كثيرة ولغات كثيرة جدا فطبيعي ان احنا يعني لازم عشان نتعامل مع الناس دي فبننطق لغة معاهم او بنتعلم لغة معاهم احنا عارفين طبعا الجماعة الاخوة في الجزائر الاخوة في المغرب الاحتلال الفرنسي هناك مأثر على لهجتهم جدا فبينطقوا فرنسية اثناء العربية طبعا برضو عندنا في مصر هنا لو رحنا مثلا مكان زي الاقصر اسوان الاهرامات الناس اللي هي اصلا ناس بسيطة جدا وانهم بيتحدثوا اكتر من لغة بطبيعة الاختلاط مع الاجانب او بطبيعه عملهم فبيتعلم اكتر من لغه. هنشوف هنا برضو ايام ما كان يوسف شاهين صغير كان برضو كان في اغاني فرنسيه والدته كانت بتعلمه الاغاني الفرنسيه وطبعا في حوار برضو مشهور للاستاذه فاتن حمامه طبعا يعني كانت بتجيد جدا 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 اللغه الفرنسيه بتجيد جدا جدا اللغه الفرنسيه حوار كامل باللغه الفرنسيه فطبعا يعني زمان كان في تعلم لغه وكان في بحكم طبيعه البلد تمام إذا هنا جي لا بارلي ديجا على لا مازون كانت تعلمها في البيت ماما ما ابرون دي شانسون فرونسي والدته كانت بتغني له او بتعلمه الاغاني الفرنسيه يبقى هنا دي زي ما انا لسه قايل ان دي طريقه كومون ابروندر للفرنسي ازاي اتعلم اللغه الفرنسيه ممكن سؤال يجي لك كومون ابروندر للفرنسي ازاي اتعلم اللغه الفرنسيه عن طريق ايه بقى ان انا اسمع لغه فرنسيه كتير يبقى اهم حاجه عشان اتعلم لغه فرنسيه كويس ان انا اسمع اللغه كويس لغه فرنسيه لغه انجليزيه اي لغه اسمعها كتير فبحكم السمع ده هايه
هقدر انطقها ان شاء الله واقدر اتبعها. كنت جي تي بوتين اما كان صغير، ابوي اللي يقضي الفيلم شونت كان بياخده بيتفرج على افلام فرنسية. ام ويان ميرفين، مويان معناها وسيله او طريقه، بيقول هنا كانت وسيله كويسه جدا او طريقه كويسه جدا. بورا بروندر لانج، بورا بروندر ان لانج عشان يتعلم اي لغه، يبقى هنا ام ويان ميرفين، يبقى هنا طريقه كويسه جدا. استاذ يوسف شاهين بيدينا طريقه كويسه جدا ازاي كومانا بروندر لانج، ازاي ان احنا نتعلم اللغات، ازاي ان احنا نتعلم اللغات، بيقول لي عن طريق الاغاني. تمام. تاني سؤال عندي سالته له اللي هي الطريقه الجامعيه، اك دون فوتر فامي امبر لي اوسي لاراب، اك دون فوتر فامي امبر لي اوسي لاراب. هل يوجد في عائلتك ايضا من يتحدث اللغه العربيه؟ اك دون فوتر فامي، فوتر فامي يعني عائلتك، امبر لي اوسي لاراب ان هم يتحدثوا اللغه الفرنسيه. فنشوف هنا رد عليها الاستاذ يوسف شيماء عليها، قال لها وي نعم. طبعا انا عارف ان السؤال باك ان هو السؤال بهل او بالسؤال بلهجه من غير اك. طبعا اي سؤال من غير اداه استفهام بيبقى الاجابه عليه حاجه من ثلاثه، وي او نو او سي. اي حاجه من الثلاثه دول بيبقى الاجابه عليه وي او نو او سي. وي اللي هي يس باللغه الفرنسيه اللي هي نعم، نو اللي هي لا، سي بلا. وسؤال سي لازم يكون منفي، يعني هنا لو في هنا سي يبقى هنا السؤال جاي لي في صيغه النفي. تمام. يبقى اسك دون فوتر فامي اون بارليو سي لارا، هل يوجد في عائلتك من يتحدث اللغه الفرنسيه؟ قال لها اللغه العربيه عفوا، قال لها وي في مونبير انسياتين، يعني اصر والده، في مونبير والده اصر بور كي لارا سوالا لانج دو لامازون، اصر ان لغه العربيه لارا سوالا لانج دو لامازون، ان اللغه العربيه تكون لغه البيت، لغه المنزل. يبقى هنا ما حدش يتكلم لغه غيرها، ما حدش يتكلم في البيت لغه غيرها. عايز اي طلب، عايز اي حاجه، تتكلم باللغه العربيه. والده اصر على كده. مي اون سويتي، لكن هو كان بيتطلع سويتي، سويتي معناها يقفز، ماشي، يقفز من مكان لمكان. ضرب سويتي معناه يقفز. دين لانج قالت كان بيتطلع او بيتطلع او بيقفز من لغه للثانيه. انفيتابلمون، يعني من المستحيل ان هو يعمل، ما يعملش كده. كان من الامر بالنسبه له مهم جدا جدا، وكان يعني شغوف باللغات جدا، فكان والده منعه، فانا هتعلم برضه. تمام. نشوف هنا اليا، اليا معناها يوجد، اليا معناها يوجد. اليا بي اس سي امبو دو جريك، كان موجود يونانيين، امبو دو تاليان، امبو دو، وهنا كان بيكمل وقطع كلامه. يبقى هنا كان موجود في العماره اللي كان ساكن فيها، كان في ناس ايطاليان، كان في ناس جريك، يونانيين، ايطاليان، فرنسي. كان العماره اللي كنت ساكن فيها الاستاذ يوسف كان فيها اكتر من لهجه او اكتر من لغه، فطبيعي ان انا عشان اتعلم مع اتعامل مع جيراني. طبعا احنا عارفين هو من مواليد اسكندريه، واسكندريه طبعا كان كلها جريك وايطاليان، كان كلها يونانيين، فبطبيعه الاختلاط معاهم كان لازم يتكلم ايه اللغه بتاعته. فطبيعي هيتعلم لغات، طبيعي هيتعلم لغات. امبرنيتو سالانج الامازون، فمن هنا بدا ان هو يتكلم لغات، كل اللغات من من البيت. يبقى هنا البدايه كانت في البيت، وكانت في صغره، كانت في طفولته. تمام. سالته سؤال ثالث، قالت له دون كان لونج اكريفي بوفون، باي لغه تكتب، في اي لغه تكتب افلامك؟ دون كان لونج اكريفي بوفون، بوفون في اي لغه تكتب افلامك؟ قال لها ايه هنا؟ قال لها جوني ديكو، جوني ديكو دي بروبليم، ما عنديش اي مشكله خالص، بس كي جي لا لانج، انا بحب كل اللغات، توت لانج، انا بحب كل اللغات، انا احب اللغات، انا احب كل اللغات. دويي، دويي معناها فضلا عن، دويي ده مصطلح انا اقوله دلوقتي معناه فضلا عن. جولي دي لو دي، قلت النو او لا اللي احنا لسه واخدينها، لو سبقت الفعل، لو سبقت الفعل بتجي لي هنا بضمير مفعول. طب هنا اللودي هتقول لي على ايه؟ هتقول لي على لي لانجي ولا لا لانجي؟ هتقول لي على ايه؟ لا طبعا لا هتعود على دي ولا هتعود على دي. واقول انا قلته، هتقول يبقى هنا لو بارول، لو بارول يعني كلام، هتعود على كلمه لو بارول اللي هي مش موجوده عندي في سياق الكلام، اللي هي معناها الكلام. انا قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده دون مون ديرنيير سيناريو، انا قلت الكلام ده في السيناريو الاخير بتاعي. تي اكري ان كان لانج، انت بتكتب باي لغه؟ يبقى هو قال ان هو بيحب اللغات، كان في سيناريو اخير ليه. تي اكري ان كان لانج، انت بتكتب باي لغه؟ جو سي با، انا لا اعرف. لا راب
اللغة العربية، اتري سمباتيك، سمباتيك يعني ودودة ودية، لغة جميلة. سمباتيك احنا بنقولها هنا عندنا باللغة العربية كده، يقول لك الشخص ده سمباتيك، سامبا، سامبا يعني رائع أو جزيل. تمام؟ اتري سمباتيك لا لانجارب بوبولير، بوبولير يعني لغة شعبية، لغة عامية كده، لغة جميلة. اي بريمون تري سمباتيك، لغة شيك جدا. اي درون، درون معناها غريب، درون معناها غريبة. يبقى هنا اللغة العربية بتكون ايه بقى؟ وطبقا لوصف الاستاذ يوسف، اي تري سمباتيك لا لانجارب بوبولير، اي بريمون تري سمباتيك، ودية جدا ودرون غريبة جدا. توتال تون السي بروفون، وهي فيها العمق بما فيه الكفايه، يبقى لغه عميقه جدا بما فيه الكفايه. احنا طبعا عارفين ده من اصعب اللغات اللي موجوده، اللغه العربيه. يبقى هنا اسي بروفون يعني عميقه بما فيه الكفايه. الفرنسي، اللغه الفرنسيه. يبقى هنا كان وصف اللغه العربيه، هنبدا هنا من وصف اللغه الفرنسيه. الفرنسي، اللغه الفرنسيه. ايه ميوزيكال؟ ميوزيكال معناها موسيقيه طبعا، يعني بيسموها لغه اصلا يعني بتاعت دلع كده، يعني الناس بتتكلمها كده. وكان الدكاتره بيقولوا لنا لغه يعني لغه حريمي شويه، لغه ايه ان هم بتوع عائلات الملكه زمان كانوا بيتكلموا اللغه الفرنسيه علشان تبين ان هي شيك بقى وكده. يبقى الفرنسي اي ميوزيكال، اي لا انسيرتيان موزيكاليتي، انها موسيقيه جدا جدا. جي ميدلي بيكو، انها تعجبني كثيرا جدا وانا شغوف بها كثيرا جدا. جي ميدلي بيكو يعني انا شغوف بها جدا. شات لونج، اكلت شوز من الباب. شاك لون، كل لغة أكل، أكل كشوز تيمرفان، كل لغة ولها شيء خاص بها، شيء جديد. كل لغة عندها حاجة معينة أو وصف معين بها جميل بها. تمام، نشوف كده آخر سؤال عندي سألتهوله. قالت له كي بونس، كي بونس بو دو فرونسي كي أون جينيرال ني بارليون كي أن لونج. كي بونس بو دو فرونسي كي أون جينيرال ني بارليون كي أن لونج. ماذا تعتقد او تقول ايه للفرنسيين كي اون جنرال عموما اللي بيتحدثوا لغه واحده؟ ماذا تقول للفرنسيين اللي بيتكلموا لغه واحده؟ انت عايز تقول ايه للناس الفرنسيين اللي هم اللي بيتكلموا لغه واحده؟ قال لها بارفوا كون جي ايكوت دو فرونسي، اما انا بسمع الناس الفرنسيين كون جي ايكوت دو فرونسي، اما انا بسمع الناس الفرنسيين اون ترين دو سي دو بارلي لانجلي، وهم بيحاولوا اون ترين دو سي دو بارلي لانجلي، ان هم بيحاولوا يتكلموا اللغة الإنجليزية. إي كي، إي كي كيان نيا أريبيبا. إي و دي حرف عطف طبعا، إي كيان نيا أريبومبا، وهم مش قادرين. سامرتي، سامرتي الأمر ده بيضايقني قوي أو بيزعجني جدا. يبقى هو أما بيلمح أو بيشوف حد مش قادر يتكلم أو ينطق لغة تانية من الجماعة الفرنسيين، الأمر ده إيه؟ سامرتي، مرتي يعني بيزعجه او يضايقه. جادور لفرنسي، انا بعشق اللغه الفرنسيه. جادور لفرنسي يبقى هنا ان هو يحب اللغه الفرنسيه جدا. جادور لفرنسي. جو كرو كي سي تان تري بين لانج، انا بعتقد انها من افضل اللغات، انها واحده من افضل اللغات. جيم بيكو بلانجلي، احب اللغه الانجليزيه. جيمي دوبري، دوبري تري بيان بون ديالوج عرب. بقول هنا ان هو قبل دبري، دبري دي معناها قبل بلاء حسنا، في ديالوج، ديالوج عرب في حواراته العربيه. اي جي بدري كو، بدري كو معناها يريد او يطلب، انا اطلب في توت لي موند، اطلب من العالم سوا كوم سا، ان هو يكون زي كده. يبقى هنا كومو، كوم سا يعني يكون كذلك، ان هو عايز الناس كلها تتحدث لغات بعضها. يبقى هنا العالم كله يصبح كلغه واحده، ان هو بيريد ان العالم كله يصبح لغه واحده. اي جي فودري كي توت لي مون سوا كوم سا، ان هو يتكلم كده. كومون بوتي سافوار كي تا لا لانغ تي سو في تي تي نيون كوني با انا. بيقول هنا في الاخر كومون بو سافوار كي تا لانغ، ازاي تقدر تعرف ان لغتك تي سو في، تي سو في معناها كافيه او بما فيه الكفايه. تي تي نيون كوني با انا، لو انت ما انتش عارف لغه ثانيه، انت لو مش قادر تعرف لغه تانية مش هتعرف ان لغتك بتاعتك كفايه. في اخر النص طبعا بيقول هنا دبري دبروب يوسف شاهين ركني بار صوفيا موريان، دي اسم البنت اللي عملت الحوار مع المخرج الكبير استاذ يوسف شاهين. بيقول هنا دبري دبروب يوسف شاهين ركني بار صوفيا موريان بابلي، بابلي دون فرونسي دون لومون، نشرت باللغه الفرنسيه في كل العالم، نشرت في اللغه الفرنسيه في كل العالم.
طبعا بيجي لي في الامتحان قطعة زي دي، وده بيبقى أول سؤال عموما، بس مش هيجيبها لي طبعا بالنص، ما بيجيبليش القطعة بالنص، ما بيجيبليش القطعة بالنص، أمال بيجيب لي إيه؟ بيجيب لي قطعة زي كده، وبيجيب لي عليها بعد كده أسئلة. نشوف الأسئلة اللي جاية لي هنا. بيقول لي هنا كومبلي افيك بون جرو دابري جرو كومون. كومبلي افيك لي بون جرو دابري دو كومون. اجب على الاسئله او كمل وفقا للوثيقه اللي هو اداها لي. تمام. اول سؤال بيقول لي سو دو كومون اي، سو دو كومون اي، هذه الوثيقه اللي احنا قراناها دلوقتي، اي بتكون اي الاوتوغراف ولا اي الانكت ولا اي الانترفيو؟ طبعا اوتوغراف معناها سيره ذاتيه، اوتوغراف معناها سيره ذاتيه اللي مش عارف، انكت معناها تحقيق او تحري، معناها تحقيق او تحري، وطبعا دي في اقسام الشرطه وكده نستخدمها، انترفيو اللي هو حوار صحفي، يبقى طبعا انترفيو. الاجابه هتبقى عندي رقم سي. سيلون لي دي كومون لي بيرسون سيليبري. سيلون لي دي كومون وفقا للوثيقه لي بيرسون سيليبري، الشخص المشهور ان جورناليست ان رومانسي ان جازاتير. جورناليست اللي هو الصحفي، رومانسيير اللي هو جاي من كلمة رومان اللي هي قصة، جاي من كلمة رومان اللي هي قصة، رومانسيير اللي هو الراوي روائي يعني راجل روائي، ولا ريليازوتير اللي هو المخرج. وقلت ريليازوتير اللي هو بيشتغل في الإخراج بس، لكن السينويست اللي احنا خدناها في الأول اللي هي معناها مخرج برضه، الكلمه دي اللي عيلت ديت معناها مخرج، بس قلت الفرق بين دي واللي انا هشوفها دلوقتي ان دي بتستخدم مع المخرج والممثل، زي مثلا يوسف شاهين، ومين تاني اخرج؟ احمد مكي برضه مخرج وممثل، وعندي برضه تاني حسين فهمي قبل ما يسافر طبعا كان اشتغل في الاخراج فتره، لكن الريليزاتير زي ماجده بنيره مثلا، محمد فاضل، الناس ديت اللي هي اشتغلت في الاخراج بس، اللي هي اشتغلت في الاخراج بس. يبقى هنا طبعا هنقول رياليزاتير اللي هو مخرج. يوسف شاهين ترابيضان ليه دومان، دومان معناها مجال او حقل، دومان معناها مجال او حقل. يبقى هنا يوسف شاهين ترابيضان ليه دومان، اشتغل في مجال، هنا تجيب معنى مجال، يبقى هنا يوسف شاهين كان شغال في ترابي معناها يعمل، ناس كثيرة بتطلب بينها قوي وبين كلمة ترابل، ترابل ان هي يسافر باللغة الانجليزية، مش عايزين ندخل ترابي هنا، معناها يعمل. كان بيعمل ايه؟ سينما ولا دو كوميرس ولا انسانيمو؟ انسانيمو معناها التعليم، كوميرس معناها تجاره، سينما اللي هي في مجال السينما، اذا كان شغال في مجال السينما ولا في مجال التجاره ولا في مجال التعليم، كان طبعا شغال في مجال السينما. يبقى هنا الاجابه هتبقى انترفيو لينيزاتير سينما. رقم اربعه عندي في الكومبلي في الاكله، اولا نظام المنزل لا فاميل دي يوسف شاهين، عائلة يوسف شاهين، وي بارل تو مي لونج، ما كانتش بتتحدث اللغات، ما كانتش بتتحدث أي لغة، إلا وي بارل تو لونج، كانت بتتحدث لغة واحدة، بارل دو لانجين، كانت بتتحدث لغتين، بارل بلوزير لونج، كانت بتتحدث طبعا، بارل بلوزير لونج، كانوا بيتحدثوا أكتر من لغة، ماشي؟ يبقى هنا دي بارل بلوزير لونج، كانوا بيتحدثوا أكتر من لغة. تمام. بعد كده بيقول لي ميبري فو اوفو، ميبري اوفو ده صح اولا، ديفون شيك فرانس، انام كل عباره، ده بين دو كومون وفقا للقطعه او الوثيقه. بيقول لي هنا انفون، انفون يعني في طفوله يوسف شاهين شونتي دي شانسون فرونسي، في طفوله يوسف شاهين، يوسف شاهين شونتون اون دي شانسون فرونسي، كان بيغني الاغاني الفرنسيه، طبعا الاجابه هتبقى صح. سلون يوسف شاهين لا رب بولير اي سمباتيك اي دورال، يبقى هنا وفقا ليه سلون دي معناها وفقا ليه اللي مش عارف يترجم يوسف شاهين، وفقا ليوسف شاهين لا رب اللغه العربيه بو بولير اي سمباتيك اي دورال. طبعا الاجابه هتبقى هنا صح، ان هو كان بيعتقد ان هي لغه مشهوره وعاميه او شعبيه، وسمباتيك وديه ودورال معناها غريبه. يوسف شاهين بواكي شاك لونج اكلك شوز ديمرفاي، يوسف شاهين يرى ان لكل لغه كلك شوز دي شيء جميل او شيء مقدس، يبقى كل لغه كانت وفقا للاستاذ يوسف شاهين كان لها شيء جميل، طبعا الاجابه هتبقى صح. سي سون بي كي انسيست العرب سوا لا لونج لا فامي، الاجابه هنا بيقول لي هنا سي سون بي والدو كي انسيست،
اصرح كده سؤال لانج دولا فمي ان اللغه تكون لغه دولا فمي العائله. لا طبعا هو لامازون البيت مش العيله كلها. هو اصر ان هي، يبقى هنا الاجابه هتبقى غلط. ليه؟ لان هنا اصر ان هي تكون لغه البيت بس مش كل العائله. اصر انها تكون لغه البيت بس مش كل العائله. دبري يوسف شاهين وفقا ليوسف شاهين السوفي دو بارلي ان سون لانج. بما هنا وفقا ليوسف شاهين السوفي من الكافي، من الكافي ان تتكلم ان سون لانج لغه واحده. لا طبعا ده غلط. هو كان بيطلب ان الناس كلها تتعلم اللغات واكثر من لغه كمان. سي سوفيا موريان، انها سوفيا موريان كي افي سات انترفيو ابي يوسف شاهين، ان عملت الحوار. طبعا هي اللي عملت الحوار، يبقى هنا الاجابه عندي صح. دور يوسف شاهين الفرنسي في اللانج ميوزيكال. ليه استاذ يوسف شاهين او استاذ يوسف شاهين الفرنسي في اللانج ميوزيكال؟ اللغه الفرنسيه تكون لغه موسيقيه. الاجابه هنا هتبقى صح. كده نكون خلصنا ليسون سيديوم الدرس السادس. هناخد بس اخر حاجه فيه اللي هي الاكسبسيون. دلوقتي اكسبسيون معناها تعبيرات. هناخد شويه تعبيرات كده على الدرس بتاعنا، واتمنى تكونوا مركزين في اللي جاي ده كويس. هنشوف كده شويه ملاحظات. اول حاجه عندي رابط اسمه مي. مي معناه لكن. يبقى هنا مي معناه لكن. اللي بيستخدمه ازاي؟ اللي بستخدمه لربط فكرتين متناقضتين، بربط بي بفكرتين متناقضتين. الفكره الاولى بتعكس الفكره الثانيه، الفكر الاولى بتعكس الفكره الثانيه. نشوف كده. هنا سويتي ألي أباريس. هنا سويتي معناها يتمنى، سويتي معناها يتمنى. فيرب سويتي هنا جاي بمعنى يتمنى. طبعا فيرب ألي جاي في المصدر. ليه؟ لأن أنا قلت هنا المصدر أو الفعل بيجي في المصدر في حالتين اتنين، بعد فيرب بعد حرف جر، تاني حالة بعد فعل مصرف، تاني حالة بعد فعل مصرف. جالي هنا الحالة التانية بتاعتي اللي هو بعد الفعل المصرف، جاي لازم يجي لي المصدر. يبقى هدى سويتي الله باريس مي. هدى تتمنى انها تسافر في باريس مي. النيابة لكن ليس لديها السيجارجون لا الكافي. يبقى هنا فكرتين عكس بعض، فكرتين متناقضتين. هي نفسها تسافر بس ما معهاش فلوس. الفكره الاولى انها نفسها تسافر بس هي مش هتسافر. ليه؟ لانها نيابة سي، نيابة السيجارجون ما معهاش مال كفايه. يبقى هنا مي بتربط فكرتين، الفكره الاولى متناقضه للفكره الثانيه. ضيين معناها فضلا عن، ضيين معناها فضلا عن. تربط فكرتين متوافقتين، بتربط فكرتين متوافقتين مش عكس بعض. يبقى هي عكس مي. الفكره الثانيه مكمله لمعنى الفكره الاولى، مكمله لمعنى الفكره الاولى. يبقى هنا بيكملوا بعض. يبقى هنا ضيين بتكمل الجمله الاولى بتكمل الجمله الثانيه. نشوف كده. منفرد اني فويش، مون فرير اللي فويج ضي ال افيزيتي بليزير بي. مون فرير اخويا اللي فويج بيحب السفر ضي، فضلا عن ال افيزيتي بليزير بي، فضلا عن انه زار بلاد كتيره. فضلا عن انه زار بليزير معناها متعدد، فضلا عن انه زار مدن كتيره او بلاد كتيره. يبقى هنا عندي ضي معناها فضلا عن، وبتربط جملتين متوافقتين. مي بتربط جملتين متناقضتين ومعناها لكن. عندي بعد كده ان جنرال. ان جنرال، ان جنرال معناها عموما او بصفه عامه، عموما او بصفه عامه. اللي هنا تعبر عن الفكره، عن الفكره تخص الجميع او عاده. يبقى هنا في العموم بنعمل كذا، عاده بنعمل كذا. يبقى هنا بصفه عامه تعبر عن الجميع، بتخص الجميع. يبقى تخص ايه؟ الجمع. يبقى هنا بصفه عامه المصريين بيحبوا كذا، بصفه خاصه مش عارف ايه كذا. نشوف كده المثال اللي هو مديهولي. ان جنرال في العموم ليجيبتيان بارلون بلوزير لانج، المصريين بارلون بلوزير لانج بيتكلموا لغات متعدده. يبقى هنا ان جنرال معناها فضلا عن، عفوا معناها بصفه عامه. ليجيبتيان المصريين بارلون بلوزير لانج بيتكلموا لغات متعدده. عندي بعد كده مصطلح تاني اسمه اتري اونتراندو. اتري اونتراندو ده لازم يجي بعد مصدر، لان هنا دو هتجيب معنى حرف جر. اتري اونتراندو معناها يستغرق فيه. اتري اونتراندو معناها يستغرق فيه، وبيجي بعدها مصدر، وبيجي بعدها مصدر معناها يستغرق فيه او مستمر فيه
وتدل على دوام الحدث. يبقى هنا أتر إنتران دو تدل على دوام الحدث ومعناها يستغرق فيه، ولازم يجي بعدها مصدر، لازم يجي بعدها مصدر. نشوف كده المثال اللي عندي بيقول ايه. مونا اي اونتران دو فير دي سي دو بار. مونا اي اونتران دو فير سي دو بار، يعني هنا بعدها مصدر وجاني فيرب اتر مصرف مع مونا طبعا، فيرب اتر مصرف مع مونا طبعا، اونتران دو جاي يعني هنا جاي اللي بعدها مصدر، معناها انها مستغرقه في عمل الواجب، ما زالت مستمره في عمل الواجبات بتاعتها، ما زالت مستمره في عمل الواجبات بتاعتها. عندي بعد كده مصطلح تاني ومهم جدا جدا، قال لي تو وتوت وتو وتوت، دول معناهم كل، بس كل واحد فيهم خاصه بشيء. قال لي الاولى دي خاصه بالمذكر اللي هي تو، توت دي خاصه بالمؤنث، توت خاصه بجمع المذكر، توت الأخيرة دي خاصة بجمع المؤنث، يبقى اثنين للمفرد واثنين للجمع، واحدة اثنين مفرد واثنين جمع، واثنين مذكر واثنين مؤنث، يبقى دي مؤنثة ودي مؤنثة، دي مذكرة ودي مذكرة، نركز. يبقى هنا تأتي بمعنى كل أو الجميع، تأتي بمعنى كل أو جميع. عندي برضو مصطلح تاني اسمه شك، معناه كل برضو، ناخده الأول كده عشان نقدر نفرق بينهم الاثنين. الشك دي معناها كل برضه، بس الفرق بينها وبين التوت اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي دي، ان توت لازم يجي وراها اداه معرفه، الاسم لازم يجي وراها بمعرف، لازم يجي وراها باداه معرفه، يبقى الاسم ورا توت لازم يجي باداه معرفه، ورا شكل عادي، قال لي توت قبل الاشخاص او الحيوانات او الجماد، وتاتي بمعنى كل، قلت توت دي بتاعت المفرد المذكر. توت لو ماتان كل صباح جوفي اوليزي، انا بذهب للمدرسه، يبقى هنا توت لو ماتان جاي هنا اب جماد، كل صباح انا بروح المدرسه، توت دي المؤنث، يبقى هنا تو وهنا توت لا، تيجي بتاعت المؤنث، توت لا جورني ان ريستي او كلاب، ان ريستي او كلاب، تمام، تو دي بتاعت الجمع المذكر، طبعا تو ليجيبسيان سون جوري، كل المصريين سون، طبعا هنا هقف عند التين، جينوري معناهم سخي اسخياء، يعني هنا اسخياء يعني مش بخلاء، يعني سخي جاي من كلمه سخي، يبقى هنا هقف عند ايجيبسيان، معلش الكلام شبك في بعضه، يبقى هنا هقف عند الاس دي، واقف عند سون وجينوري، سون جينوري، التوت الاخيره بتاع الجمع المؤنث، وتقول لي توت الانفيرميه سون هيني سيري. طبعا هاخد بعد كده لون او لوتر او لون ليزون او لوتر، لون معناه اللي بيستخدمه كضمير نكره، واتبع الاسم الذي يليه في النوع والعدد، ويترجم بمعنى احدهما والثاني ده بمعنى الاخر، يعني الاول والثاني، الاول والثاني، احدهما والاخر عامل كذا. طب نشوف كده اكزامبل عليها عشان هيجي لي في الامتحان، يقول لي حط لي الاكسبرسيون دول، التعبيرين دول في جمله، يبقى انا هستخدمهم ازاي؟ نشوف كده، قال لي تستخدم كضمير نكره ويتبع الاسم الذي يليه في النوع والعدد، ويترجم بمعنى احدهما والكلمه الثانيه تترجم بمعنى الاخر. اوتر معناها الاخر. جينا دوفري، انا لدي اثنين اخوات، مين؟ مين جينوري اللي احنا لسه قايلين عليها، احدهما سخي، لتر اي افاري، افاري معناها بخيل. يبقى هنا جي ادوفريير لين جينوري لتر اي افاري، يبقى هنا انا لدي اثنين اخوات، احدهما سخي والاخر بخيل، يبقى احدهما اللي هي لون، لتر اللي هو الاخر. عندي بعد كده لو او لا نم او لي نم، لو او لا نم مذكره او مؤنثه، بعد كده لينم معناها نفس، معناها من نفس. تمام، قال لي تستخدم كصفة نكره، تستخدم كصفة نكره، وتتبع الاسم الذي يليها في النوع والعدد. يعني ايه تتبع الاسم الذي يليها في النوع والعدد؟ يعني لو مذكر هاخد لو، لو مؤنث هاخد الا، لو جمع هاخد لي، لو جمع هاخد لي. طب نشوف كده الاكزامبل بتاعي، لو جالي انا برضه في الامتحان هحطهم لي في مثال، علي اي ندى، علي اي ندى اونلي ما ماشي، only ماماج يعني من نفس العمر، علي ندى only ماماج يعني من نفس العمر، يبقى هنا كلمة مام جاية لي هنا بمعنى نفس، جاية لي هنا بمعنى نفس. نوز اللون على مانيكول، نوز اللون على مانيكول، جاية لي هنا مؤنثة
علشان كلمة يكون مؤنثة احنا بنروح لنفس المدرسة، بنروح لنفس المدرسة. يبقى هنا علي إينا ده أون لامام فراش من نفس الأمر، أخدت اللو لأن كلمة أج كلمة مذكرة. نوز اللون على ماما على مام يكون، خدت هنا لا علشان يكون كلمة مؤنثة. وقلت شك بيجي بعدها الاسم بدون معرف، بيجي بعدها الاسم بدون معرف، ما بيجريش هنا معرفة زي تو أو توس أو توت أو الحاجات دي كلها اللي إحنا خدناها دلوقتي. قال لي شك سوار، شك سوار جو في أن تورني ومارشي مونكارت. كل مساء أنا بعمل تسوق في الحي بتاعنا. يبقى هنا كل مساء جو في أن تورني رحلة مارشي ومارشي مونكارت، بعمل رحلة تسوقية في الحي بتاعنا، في الحي السكني بتاعنا. تمام. يبقى هنا شك ما بيجيش معاها شكل صور او شكل صور او شكل، بيجي لي معاها الاسم على طول من غير اداه معرفه، بيجي لي الاسم معاها بدون اداه معرفه عشان لو جت لي في اختياري ولا حاجه يبقى اقدر افرق بينهم الاثنين. عندي بليزير معناها متعدد او كثير من، ودي اخر اكسبرسيون عندنا النهارده، بليزير معناها متعدد او كثير من. قال لي تستخدم كصفه نكره دائما مع الجميع وليس لها مفرد، وتترجم بمعنى كثير من. بيقول لي ان ايجيبت نو برينون بليزير ريبا برجور، في مصر نو برينون بناخد بليزير ريبا برجور، بناخد وجبات كتيره في اليوم. يبقى هنا في مصر بناكل او بناخد وجبات كتيره في اليوم. وكده ان شاء الله نكون خلصنا الاكسبرسيون بتاعتنا. الاكسبرسيون دي طبعا مهمه جدا، ليه؟ لانها بتجيلي في الامتحان عن طريق ان انا اقدر اكون جمله. يبقى ان انا اقدر اكون جمله منها يبقى يا ريت ارجع للامثله اللي احنا خدناها، عشان السؤال ده بيجي لي في اخر السنه عليه 3 درجات، السؤال ده بيجي لي في اخر السنه عليه 3 درجات. اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهارده مع تلسيت لكلي ان فرنسي اللي بقدمها لكم اخوكم محمد سامي داوود. وطبعا لو في اي استفسار اي حاجه مش في الدرس طبعا يا ريت تسيبوا اسئلتكم واستفساراتكم، انا تحت امركم في اي وقت. اتمنى ما تنتناش بخالص دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.